وقلت لك قبل كده ان انا راجل متجوز وبحب مراتي. وفين مراتك دلوقتي؟ مفيش اي حد هنا، يعني احنا لوحدنا. بس ربنا شايفنا ومطلع علينا. انا ممكن باشاره دلوقتي واحده من ايدي اسلبك ارادتك واخليك زي الخاتم في صباعي. طب وده اسمه كلام؟ يعني ينفع كده؟ بس انا عايزك بارادتك. عين العقل كودر. انا من ساعه ما شفتك في القصر، ايوه، وانا حسيت باحاسيس كتير قوي. حسيت ان انا بحبك. لا جوهره، عقلي ابوس ايدك كودر. انا بس عايزه افهمك. وانا قاعد كده بفكر، عدت جنية من صحباتي بتوع زمان دول، شاورت لها عادي، بس بعدين دماغي اشتغلت في حاجات مش ولا بد. سيدي جودر، هو انا كده مش كويس؟ مش كويس مين؟ ده انت كده كويس ونص، بس خليك جنب هنا ما تمشيش. بس مش عايز اشتتك. لا تشتتني؟ انصرف يا دهش لحرقك. هي كلها بقت بتحرق ولا ايه؟ اولا انت مالكيش حكم عليا ولا في عهد بيني وبينك عشان تحرقين. ثانيا لولا انك بنت الشيخ عبد الاحد كان زماني اذيتك.